لو الحكاية فيها إن فيديو أستاذ عماد، في حوارنا لجريدة فيتو محتاجين من حضرتك الأول تعرفنا بنفسك وتدينا نبذة مختصرة عن حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد آل بيته الطيبين الطاهرين. أخوك عماد يوسف أحمد قنديل، مدير عام بمستشفى الجامعة، والمتحدث باسم جمعية خدام أحباب العترة المحمدية ومن أحباب أهل البيت عليهم السلام. أستاذنا، في الفترة الأخيرة أثير كثير من القضايا الخاصة بشيعة مصر، حقهم في التواجد وكذلك حقهم في العقيدة والتعبير عن عقيدتهم بالطريقة التي يرونها مناسبة. كان آخر هذه الأحداث هو ما حدث بمسجد الإمام الحسين بالقاهرة في يوم عاشوراء. تقييمك لما حدث، وهل كانت الأجهزة الأمنية محقة في إغلاق أبواب مسجد الإمام الحسين أم جانبها الصواب في ذلك القرار؟ أجملت 10 أسئلة وليس سؤالا واحدا. المهم الأول نعرف سنة النبي صلى الله عليه وآله في حادثة مقتل أبي عبد الله الحسين عليه السلام، حتى نكون أو نعرف هل نحن متبعين أم نحن مبتدعين. النبي صلى الله عليه وآله في حديث صححه الألباني في سلسلته الصحيحة يذكر أن الإمام علي عليه السلام دخل على النبي صلى الله عليه وآله وعيناه تذرفان، فقال للنبي صلى الله عليه وآله: أغضبك أحد؟ قال: لا، ولكن قام من عندي جبرائيل فأخبرني أن الحسين يقتل بأرض يقال لها كربلاء. فالنبي صلى الله عليه وآله عند إخباره بهذه الحادثة بكى بكاء شديدا، ظن منه الإمام علي أن حدثا خطيرا قد حدث للنبي صلى الله عليه وآله. فالنبي صلى الله عليه وآله سن لنا سنة البكاء والحزن على الإمام الحسين في حضرة جبرائيل في رواية، وفي حضرة ملك القطر في رواية أخرى، وفي حضرة ملك لم ينزل إلى الأرض من قبل عند إخباره للنبي صلى الله عليه وآله بهذه الحادثة الخطيرة التي أودت بفقدان الأمة لطريق المستقيم الذي خطه الله عز وجل لهذه الأمة. فإذن نحن مطالبين كما جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في حديث أيضا صححه الألباني في سلسلته الصحيحة: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها من أعظم المصائب، وفي رواية: فإنها أعظم المصائب. وكما نعلم من القرآن الكريم أن هناك وحدة بين النبي صلى الله عليه وآله وبين آل بيته الكرام، عندما نزلت آية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله قال له الأصحاب: علمنا كيف نسلم عليكم أهل البيت فكيف نصلي عليكم أهل البيت. هكذا فهم المسلمون أن عندما يخاطب النبي صلى الله عليه وآله في القرآن
فإن الله سبحانه يعني النبي وآله المكلفين من قبل الله عز وجل بهداية الأمة وبيان قرآنها وبيان كلام نبيها حتى يكون هذا الصراط صراطا واضحا جليا، وتتضح كلمة النبي صلى الله عليه وآله عندما يقول لأصحابه: لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فهذه هي المحجة، المحجة التي أوضحها النبي صلى الله عليه وآله في غدير خم بنص الإمام مسلم في صحيحه في باب فضائل الإمام علي عليه السلام. عندما قال: إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، كتاب الله وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فإذا البكاء على الحسين عليه السلام هو يعتبر من دعوة النبي صلى الله عليه وآله للبكاء عند أي مصيبة لنا على حضرته صلى الله عليه وآله. فإذا الحزن والبكاء على الإمام الحسين أو على أحد الكيانات الرحمانية التي حددها الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وآله وهم أهل بيت نبيه، هذا البكاء مطلوب من النبي صلى الله عليه وآله، ليس في يوم عاشوراء فقط، وإنما عند كل مصيبة يصاب بها المسلم، عند فقد الأب أو الأخ أو الابن أو الصديق، النبي صلى الله عليه وآله يوضح ذلك. أما طريقة الحزن فالحزن مطلوب، ولكن كل مجتمع له أسلوب في التعبير عن هذا الحزن، يخضع وينطلق من التقاليد والثقافة العامة في المجتمع. فمثلا عندنا عندما يموت الأب أو الأخ أو الأخت أو أي صديق أو حبيب، ماذا يفعل المصريون؟ المصريون يبكون، يحزنون، يصمتون، يلبسون السواد. هذه كلها تعبيرات عن الحزن المطلوب من النبي صلى الله عليه وآله. وأما عن حرية أحباب أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله في إظهار هذا الحزن، فلا بد أن يكون هذا الحزن نابعا من قلوبهم، حيث يقول النبي صلى الله عليه وآله: إن الله يحب كل قلب حزين. فالحزن في القلب، فالحزن عندما يكون في القلب ويخرج إلى الجوارح يصدق عليه أنه حزن صادق. لا نقلد الشعوب الأخرى في كيفية الحزن، ولكن ننطلق من تراثنا، من ثقافتنا، من طيننا، من أرضنا، من تقاليدنا. فإذا التعبير عن الحزن يختلف من شعب لآخر. لكن البعض يأخذ عليكم فكرة تحديد يوم عاشوراء لزيارة مسجد الإمام الحسين بالقاهرة، البعض يأخذ عليكم فكرة زيارة الأضرحة التي يعتبرها البعض مخالفة لما يعتبرونه الشريعة الإسلامية، وذكروا الكثير أو يذكرون الكثير من الأحاديث النبوية التي تحرم زيارة الأضرحة وما إلى ذلك. في نفس الوقت أشرتم سيادتكم إلى نقطة هامة، وهي طريقة الحزن واختلافها من شعب إلى آخر. البعض يعتبر أن فكرة قراءة القرآن وفقط، وفكرة ارتداء السواد وفقط، هي نوع من
التقي لدى الشيعة المصريين، حتى إذا ما تمكنوا من أدائها في المبرة الأولى، وسمحت لهم الدولة بزيارة المسجد، ثم بعد ذلك قراءة القرآن والانصراف. ففي الأعوام القادمة سوف تكون المطالبات أكثر، بمعنى أنه يا نصارى حسين والمواكب كما يحدث في العراق وكربلاء وغيرها من الأماكن التي يحدث فيها ذلك. ثم بعد ذلك نرى في الشوارع المصرية، أو على أقل تقدير في منطقة الحسين، نرى التطبير. ولذلك فهناك من يخشى من أن يفتح الباب لأن نرى مثل هذه التصرفات في المجتمع المصري. إن الخير في الاتباع وليس في الابتداع، فالنبي صلى الله عليه وآله رسم لنا الطريق في أن لا بد من الحزن على الحسين عليه السلام، لأنه سنة له صلى الله عليه وآله، وأن التعبير عن هذا الحزن كما قلت هو لا بد أن يكون صادقا، وصدقه علامة خروجه من الواقع التعبير، كما يقول الله عز وجل: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فالمعيار الذي نعول عليه في الحزن هو حزننا على آبائنا وأمهاتنا، أو الحسين يكون أشد حزنا من ذلك. فالتطبير وما خلافه لا مجال له في مصر، لأن هذا لا يخرج من الكيان المصري والثقافة المصرية والعادات والتقاليد المصرية، فلا خوف من ذلك، وإنما هذه طنطنة يطنطن بها أتباع الوهابية الذين ينكرون علينا حتى حبنا للنبي صلى الله عليه وآله وحبنا للحسين عليه السلام، رغم تصريح النبي صلى الله عليه وآله وإعلانه أنه يحبه ودعاءه لمن يحبه: اللهم فأحب من يحبه. وهذا الحب لا يكون إلا أن في يوم حزن الحزن للحسين نحزن. يعني متى يكون فلان صديقك، حميمك، حبيبك؟ عندما تحزن يحزن، عندما تفرح يفرح. والنبي صلى الله عليه وآله قال: حربهم حربي، حربهم حربي، من آذاني، من آذى عليا فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله عز وجل. وهذا الحديث صححه الألباني أيضا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ربط الإيذاء له صلى الله عليه لآل بيته به صلى الله عليه وآله، وربط حزنه بالإيذاء لله عز وجل. ولذلك نجد حضرة النبي صلى الله عليه وآله يقول: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. كيف يمكن فهم ذلك وحضرة النبي دعوته كلها 23 سنة؟ وهل يقارن ذلك ب950 سنة لسيدنا نوح؟ هل يقارن ذلك برمي سيدنا إبراهيم في النار؟ هل يقارن ذلك بكل المصائب التي حلت بالأنبياء؟ نعم، حزن النبي وإيذاء النبي مستمر من أول 23 سنة حتى يوم القيامة. لماذا؟ لأنه ربط الإيذاء لآل بيته إيذاء واقع عليه صلى الله عليه وآله.